السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ. يا مرحبا بك للا. أكرمك الله. أنا قدامي كرم الله فيك. الله يطول عمرك للا. ما إلا مش حالة بيت عليك مش حالة هذا. وأنا كنت نزلك وتنزرب ما كيشوف ليش لأخذت. جزاك الله ألف خير بنتي. يا بك دكتور بغيت كهدي معايا ودي مع أخواتي ودي مع العائلة ديالي كاملة. ربي يجمعش منا ويجهد علينا يا ربي. يا رب يا رب يا كريم. تمايا أخواتي يا رب تسهل عليش ولد الناس يا رب العالمين وتمايا العائلة ديالي يجمع الوحش منهم. يا رب يا كريم. إلا كان ممكن بيتنا مرة رجالك الله يحمد ويلي. يا رحمن يا رحيم. إذا كان ممكن الله يجزيك بخير. طيب بكل فرحة بنتي ولا خليلي الرقم ديالك خليلي الرقم ديالك إن شاء الله نتواصل معك بنتي خديجة ولا يعطوك الرقم ديالي اللي بغيتي إن شاء الله مرحبا. بغيت الرقم ديالك إلا كان ممكن باش نعيط عليك شي وقيت إن شاء الله. إن شاء الله بنتي. ما قدرتش نهضر مباشرة الله يجزيك بخير. واخا واخا أنا نحط الرقم ديالك إن شاء الله ونتواصل معك الوالدة ديالك والله يخليك ولادك. يا رب يا كريم بإذن الله حافظك الله بك حافظك الله مش حياة بيت نعيط عليك باش نعيشك الوالدة ونسمع غير صوتك. الله يطول عمرك بنتي خديجة. الله يطول عمرك. جزاك الله حافظك الله ورعاك الله وأسعدك الله. شكرا لك. وبالمناسبة أيها الأحباب الكرام هذه الفترة هناك عدد كبير من العائلات ومن الأسر تقوم بعقد القران لأبنائها وبناتها. عدد كبير أعرفهم كيتصلوا بالعدول لعقد القران رغم زمن الكورونا ورغم وجوب التباعد الجسدي ولا بد من احترام وهذه التدابير الوقائية، ولكن هذه المناسبة الطيبة المباركة مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عدد كبير من العائلات تقوم بعقد قران وإقامة أعراس على الخفيف لأنه تعذر عليها أن تقوم به في الصيف. الفترة الصيفية كان الخوف من كورونا والخوف من العدوى، ولكن يبدو بأن الأمور تسير ولا زالت مستمرة ولا بد للأزواج أن يلتقوا فيما بينهم. فهذه الفترة اللي هي المولد النبوي الشريف بما فيها من قداسة وبما فيها من حرمة وكرامة، فعدد كبير من العائلات وعدد كبير من الأسر تقوم بعقد قرانها. أنا غير اليوم تقريبا شي 4 ديال الأسر باركت لهم غدا إن شاء الله تعالى غادي يكتبوا عقد قران. البعض من إقليم أسفي، البعض من وجدة، البعض من الدار البيضاء، آخر من بني ملال، هادو كلهم غادي يعقدوا عقد قران. هادو غير مما أعرفهم غير بالتواصل عبر الميديا، وقيس على ذلك الكثير والكثير لأن المغاربة اعتادوا أبا عن جد أن يختاروا المناسبات الكريمة المباركة المقدسة لعقد قران أبنائهم وبناتهم، ومن بينها مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. فنقول لكل العرسان هنيئا لكم رغم زمن الكورونا، هنيئا لكم، بارك الله لكم في زفافكم، وبارك الله في العريس، وبارك الله في العروس، وجمع بينكم في خير. وأسأل الله تعالى اللي هما باقين عزاب وعازبات أن يمن الله عليهم بكرمه وجوده فيزيل عنهم الموانع ويزيل عنهم العكوسات ويرزقهم القبول ويرزقهم السداد، ويختار لكل شاب زوجة صالحة طيبة مباركة مرضية مهدية إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. وأسأل الله تعالى أن يرزق كل شابة زوجا صالحا مصلحا طيبا مباركا مرضيا يكون من الأخيار الأبرار الصالحين من أهل القبلة والوضوء وتلاوة القرآن، وأن يكون قدوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جميل أننا في هذه الأيام المكرمة المنعمة نقيم عقود قران وزفاف ميمون، ولكن بأخذ الحذر والاحتياط، يعني أن العريسين
والمدعوين يكونوا غير المقربين جدا، غير المقربين جدا، أننا نضع الكمامات جميعنا، حتى العدود يضع الكمامات، وأيضا يكون هناك احترام مسافة التباعد ما بين الحاضرين متر أو متر ونصف، وأيضا الأكل يكون فردي، لا داعي للأكل الجماعي، أكل فردي شاكان بوسوا إيديو بوكتوس، وأيضا يكون هناك غسل اليدين والتعقيم يكون موضوع في كل مكان في المائدة والكراسي، وشرب الماء بوفرة، والدعاء للعروسين. تبارك الله في الجميع، وأكثر الله تعالى الأفراح والمسرات رغم زمن الكورونا، رغم القلق، رغم الخوف، رغم كل هذه المشاعر السلبية نتحداها. ربنا يقول في كتابه العزيز: فلا اقتحم العقبة. لابد أن نفرح ونسعد ونبتهش بقدوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننعم بنعمة الحياة، ونقول بشرى لنا يا أهل العروس، بشرى لنا يا أهل العريس، وبشرى لكل من يرغب في الزواج. اللهم بشر الجميع بالأفراح والمسرات. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.